في بداية الحلقة يمكن قلت نفس الفكرة دي، خدوا بالكم انه في لعيبه كتير لسه ما وصلتش للتوب فورم، يعني ما تتوقعش ان لعيب زي بيرسي تاو او ميكيسوني او عبد القادر او عمار او كريم فؤاد حتى من اول ماتش هتلاقيهم موجودين في القائمه، او من اول ماتش هتلاقيهم وصلوا لاعلى مستوياتهم. لا، القصه بتاخد وقت، وبالتالي كابتن احمد عنده الخبره وعنده التجربه اللي يقول لنا ازاي لعيب جديد يدخل على النادي الاهلي يبتدي يحتاج وقت قد ايه عشان ينسجم، عشان يفهم طبيعه اداء الفريق، عشان يفهم زمايله اللي موجودين في معاه في الملعب، وعشان يوصل انه يطلع 100% من افضل مردود عنه. بص يا استاذ احمد، دي طبعا بترجع للمدير الفني، المدير الفني والتوقيت المناسب ان هو ينزل اللعيبه دي، او ان هو ياخدوا فرصه حتى في المباريات، وبخصوصا بتبقى في مباريات معينه. لان انت زي ما بقول دايما مستر موسيماني هو محافظ على القوام الاساسي. مستر موسيماني مش من النوعيه اللي بيدفع بخمسه او سته لعيبه جداد، ان هنا طريقه اللعبه بتحكمه. لكن ده بيستدعي على اللعيبه دي زي ما بقول لحضرتك دايما، صعب جدا ان انت تاخد مكان في الفريق الاساسي، وخصوصا في النادي الاهلي صعب اللعب. لكن ده بيرجع للاعيبه في التمرين عامله ازاي، في المباريات الوديه بنشوف مستر موسيماني على طول بعد كل مباراه رسميه بيعمل مباراه وديه للناس اللي ما لعبتش. فعلى اللعيبه دي ان هي حتى في المباريات الوديه لازم تعمل مردود بشكل كبير جدا، وخصوصا ان انا بشوف ان الصفقات الجديده سواء حسام حسن او كريم فؤاد او بيرسي تاو او ميكسوني لعيبه جيده جدا. لكن هتلاقي مثلا ممكن حسام حسن في وسط القوام الاساسي، ممكن هتلاقي كريم فؤاد في مباراه معينه مثلا مستر موسيماني يقدر ان هو يدفع بيه في الجبهه اليوم محمد هاني. لكن هنا على المدير الفني او مستر موسيماني هيواجهوا صعوبه بشكل كبير جدا التوقيت، بس هي موضوع التوقيت، او ممكن تلاقي اثنين لعيبه جداد. يمكن نشوف احمد عبد القادر دخل، الجمهور يعني بيبقى مستعجل، يعني الجمهور ممكن يبقى مش شايف حاجات كتيره جدا موجوده جوه اوضه اللبس، او حاجات كتير جدا في وجهه نظر المدير الفني وارد جدا انه ما بيديش للعيب ده عشان خايف عليه، عشان يحميه. يعني اقصد اقول شايف انه لو نزل في الوقت البدري ده ممكن يبقى بيحرقه، او ممكن يبقى بيصدر له ضغط الناس ممكن تبقى مش حاسه بيه او مش متوقعه. خلينا نتفق ان النادي جمهور النادي الاهلي بقى عنده وعي بشكل كبير جدا، يعني وعي بشكل كبير جدا، وحتى هتلاقي كل الدعم لما حتى في النهارده يعني بتعاد وانت بتتفرج. هو ميكسوني مثلا ما بيلعبش ليه؟ السؤال ده تسمعه كتير جدا، فاهم؟ هو احمد عبد القادر وعمار ما بيبتدوش ليه؟ الناس عايزه تشوف كل النجوم من اول الموسم. فعشان كده انا بكلمك في الحته دي برضو، لان انت عشت وخدت التجربه ففاهم حاجات، او ممكن تنقل للناس حاجات الناس مش ما تبقاش داخله في حساباتها. لا دلوقتي انا زي ما بقول لحضرتك ان الجماهير النادي الاهلي بقى عندها الوعي، خلاص الفرقه بتكسب، الفرقه ماشيه كويس. في بعض الوقت لما بلعيب بيبقى موفق مباراه او اتنين، هنا هتلاقي الجماهير بتطالب باللعيب البديل او الجهاز الفني. حتى هتلاقيه مع مستر موسيماني بيقول له لا، المفروض انا بشوف ان عبد القادر بدا يخش وياخد زي مكان اساسي. اتوقع ان عبد القادر الفتره الجايه هيلعب بصفه اساسيه في ناحيه الطرف الشمال. الشمال اتمنى قدام معلول، يعني قدام علي معلول. لكن في اختيار التوقيت هي مسؤوليه كبيره جدا على المدير الفني.